في سنة 1920 بدأت فكرة إنشاء نادي الإسماعيلي عندما جاء التفكير في إنشاء نادي مصري بالإسماعيلية، ولكن هذه الفكرة ظهرت فعليا عام 1921 عندما تم بناء النادي بالجهود الذاتية وعن طريق جمع تبرعات من الأهالي. ومقر النادي وقتها كان يشغل مكان سوق الجمعة حاليا، وكان اسمه في ذلك الوقت نادي النهضة، وتم إشهاره سنة 1924، ثم أصبح هذا النادي عضوا في اتحاد كرة القدم المصري سنة 1926. وفي بداية إنشاء النادي الإسماعيلي كان مبني بابن وبيه حجرة واحدة لخلع الملابس وملعب لكرة القدم، وكان الملعب رمليا وبجواره كشك خشبي لا تزيد مساحته عن 4 أمتار. وفي سنة 1931 تمت زراعة الأرض بالنجيل، وتم إنشاء مبنى متواضع يحتوي على غرفتين، ولكن كان هذا المبنى غير لائق بالإسماعيلية، لذلك تضافرت جهود الأهالي من أجل إنشاء مقر جديد للنادي يليق بالإسماعيلية، وتحقق ذلك في سنة 1943، وحصل النادي على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15,000 متر، وانتقل النادي إلى مقره الجديد وهو مبنى رعاية الشباب حاليا. وكان الإسماعيلي أول نادي مصري في الإسماعيلية، حيث كان جميع الأندية الموجودة في ذلك الوقت تابعة للجاليات الأجنبية في الإسماعيلية ومنطقة القناة، وبلغت تكاليف إنشاء النادي الإسماعيلي 6453 جنيه، وتبرع الأهالي والتجار من أجل إنشائه. شحته وعرس الطار ومعاهم حسن مختار.
عيلي انا انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي انا الفني والحرفنه والملك الغني راجع والافرح بالكم والسلك حيغني اغاني والسلك حيغني اغاني يا دنيا قومي وصح النوم الدراويش راجع تاني الدراويش راجع تاني راجع والافرح بالكم والسلك حيغني اغاني والسلك حيغني ما تفرح كل الناس حلو.